كلمة أقولها لك في سرك وتخلي بالك منها، المعجزات ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. الله هو هو أمس واليوم إلى الأبد، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ما كان يحدث من معجزات في القديم هو هو يحدث في هذه الأيام. معجزة البحر الأحمر وموسى والعصا الخشبية في يد موسى هي هي ما زالت موجودة إلى هذه الأيام في أيدينا بالصليب. وفي استطاعة هذا الصليب أن يصنع نفس المعجزة. ربنا اللي فتح البحر الأحمر أيام موسى هو هو بعينه موجود في هذه الأيام. ونحن لا نحتاج إلى مركبات فرعون ولا إلى جنوده ولا إلى قوته، ولكن نحتاج إلى هذا الصليب اللي تكلم فيه ربنا مع موسى وقال له اضرب البحر. وموسى كان في هذا الإيمان وقال لشعبه قفوا وانظروا وانتظروا خلاص الرب، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. وكل إنسان عنده تعب أو عنده مرض أو إنسان محتاج معجزة فلينتظر ويضع المشكلة بتاعته قدام ربنا ويقول له يا رب أنت بتاع موسى وبتاعي دلوقتي، وأنت في أطون النار مع الثلاثة في أطون النار ومعي دلوقتي، وأنت مع جب الأسود ومعي حاليا، أنت أمس واليوم الأبد. كلمة في سرك، المعجزات ما انتهتش. هنيئا بالمعجزات. وكل ما إنسان يجد تجربة يقول بركة عشان تحصل معجزة، بركة عشان تحصل معجزة. دانيال والثلاث فتية، نبوخذ نصر وداريوس، أحسن لو شاطر اضطهدني. وفعلا لما نزل دانيال في جب الأسود وكان معاه الملاك الحارس وكل حبقوق النبي يودي وجبة الأكل لدانيال، واللي تعب وأعصابه تعبت، مش دانيال مع الأسود، دانيال مع ربنا صاحب المعجزات، ولكن الأعصاب تعبت في هذا الموضوع. داريوس اللي راح في نص الليل وراح دانيال، راح لدانيال وقال بصوت آسيف يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك اللي بتعبده أنقذك من فم الأسود؟ فقال له عيش أيها الملك. مش قلت لك يا داريوس احترم نفسك وما تطهرنيش؟ مش أنا قلت لك يا داريوس طيب احتمل نفسك، أنا إلهي أبويا بتاع المعجزات هو هو من زمان إلى هذه الأيام. وبهذا الإيمان تعيش الكنيسة كلها من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، بدون سلاح ولا مركبات، وبحاجة واحدة بعلامة الصليب